تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور مذكرة من أعضاء مبادرة أهل الخرطوم بالريف الجنوبي حول قضايا السلام والحكم ومعاناة أهل المنطقة. وقال عضو المبادرة إبراهيم عدلان في تصريح صحفي عقب اللقاء، قال إن اللقاء تناول مشاكل خدمات المياه والتعليم والفقر والأراضي المنزوعة عن المواطنين قصرا بالريف الجنوبي. وقال عدلان إن عضو مجلس السيادة تعهد بالاهتمام بكل ما ورد في المذكرة بالتنسيق مع والي ولاية الخرطوم لاتخاذ الإجراءات المناسبة. تم تسليمه مذكرة ضافية شملت كافة مطالب أهل الخرطوم فيما يتعلق بالمشهد السياسي ومتعلق بمحاور السلام القادمة ومتعلق بكل قضايا الولاية وتمثيل إنسان الولاية في مستويات الحكم وفي شكل الظل الإداري الموجود في الخرطوم. وتحدثنا عن معاناة أهل الخرطوم في الأطراف وفي قاصي المدينة، وفي تحدثنا أيضا عن دور أهل الخرطوم في الثورة وفي النهوض بالفترة الانتقالية.